أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة هذا الأسبوع من برنامج من غزة للخليل. الحلقة اليوم بطبيعها السياسي ستجمل أو سنركز أكثر على مسار المصالحة الحالي، وهل بالإمكان أن ينتهي المطاف لإنهاء هذا الانقسام، بدء صفحة جديدة، الذهاب نحو شراكة حقيقية فلسطينية ومصالحة أيضا وطنية. الأيام القادمة، الانتخابات الأمريكية وأثر ذلك أيضا على السياسة الفلسطينية وسيناريوهاتنا بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، العديد من المحاور سنناقشها مع ضيوف الحلقة سواء من قطاع غزة أو من محافظة الخليل. بداية اسمحوا لي أن أرحب بكم، أن أرحب بضيفي الكريم الدكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر. أهلا بك. أهلا وسهلا. يعني نبدأ أولا بمسار المصالحة، الحديث الدائم القديم الجديد. أعتقد أن الشعب الفلسطيني لن يستطيع هذه المرة أن يرفع سقف التوقعات كثيرا، ولكن يتابع. تابع أولا لقاء الأمناء العامين، تابع بعد ذلك تواجد كلا الوفدين سواء حركة فتح أو حركة حماس في تركيا ثم قطر، الآن حركة حماس في مصر. هل بالإمكان هذه المرة أن نذهب باتجاه تغليب المصالحة أم هناك عثرات ما زالت قائمة؟ يعني دعيني في البداية أقول إنه ملف المصالحة وضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية هي ضرورة على كل المستويات، وبغض النظر عن العراقيل والعثرات التي تواجه ملف المصالحة، ليس اليوم وإنما من سنوات، ولكن نحن كفلسطينيين بحاجة إلى تذليل كل العقبات، تذليل كل الصعاب في مواجهة المصالحة من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، حتى نستطيع أن نواجه ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات تتمثل في الاحتلال والاستيطان والتهويد وإجراءات إسرائيل اليومية ومخططات الضم طبعا، وكذلك نواجه صفقة القرن الأمريكية ومخططات الضم التي تنوي إسرائيل القيام بها مستقبلا. ولذلك مهما كان لابد من عمل كل شيء من أجل تحقيق المصالحة، لأنه بصراحة بات شكلنا أمام العالم يعني سيء، شكلنا أمام المجتمع الدولي، أمام المجتمع العربي، أمام حتى كأنفسنا كفلسطينيين، يعني شكلنا وصورتنا لم تعد جيدة وإيجابية بسبب استمرار هذا الانقسام لأكثر من 13 عاما، وبالتالي نحن بحاجة لهذه المصالحة. نحن يعني من أجل أن يعني نتقدم خطوة إلى الأمام في تحقيق طموحاتنا وأهدافنا السياسية والوطنية بحاجة إلى المصالحة. هل هناك عقبات؟ أكيد. هل هناك تخوفات؟ صحيح. ويعني دعيني أقول بأنه إسرائيل هي أكثر طرف، يعني إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي هي أكثر طرف يعمل على استمرار الانقسام. نعم. يعني إسرائيل هي من يعني جهزت الأرضية للانقسام الفلسطيني عندما انسحبت من قطاع غزة في العام 2005 بدون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وإسرائيل كانت تعرف مسبقا أنه هذا سوف يؤدي إلى حرب أهلية فلسطينية وانقسام فلسطيني. ومنذ ذلك الوقت وخاصة في ظل حكومة نتنياهو التي جاءت إلى السلطة منذ العام 2009 وحتى الآن، ونتنياهو يكرر يوما بعد آخر بأنه الانقسام الفلسطيني هو مصلحة استراتيجية إسرائيلية، وإسرائيل تغذي هذا الانقسام بالطرق وأدوات مختلفة طبعا. ويعني في ظل بقاء حركة حماس مصنفة تنظيم إرهابي، يعني سيكون هناك ضغوط على القيادة الفلسطينية وعلى حركة فتح بعدم التقدم باتجاه المصالحة مع حماس، لأنه سيكون هناك فيتو أمريكي على المصالحة بالإضافة للفيتو الإسرائيلي، سيكون هناك تحفظات أوروبية أو تحفظات من دول أخرى. ولذلك أكيد ملف المصالحة يواجه عقبات كبيرة، ولكن يبدو أنه التفاهم على الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية هو التفاف على الفيتو الإسرائيلي والتفاف على الفيتو الأمريكي والدولي تجاه المصالحة الفلسطينية. ولكن حتى فكرة الانتخابات في ظل الظروف الحالية يعني لن تبدو سهلة أو لن تكون سهلة. سنتحدث أكثر عن الانتخابات، لكن هل تتفق مع يعني رأي آخر تحدث طالما بدأنا فلسطينيا من أجل المصالحة، وهذا يعيدنا
إلى اجتماع الأمناء العامين، لماذا لم يبقى الأمر فلسطينيا؟ يعني هناك من يرفض التجاذبات العربية أو التدخلات العربية أو حتى التواجد في دول عربية أخرى، يرتئي أن يبقى الأمر فلسطيني بحت وأن تكون بالفعل بداية فلسطينية ونهاية فلسطينية للانقسام. هل تتفق مع هذا الرأي؟ وعمليا يعني موضوع إنهاء الانقسام هو يعني يجب أن تكون المبادرة من الأطراف الفلسطينية، يجب أن تكون المبادرة ويعني الإرادة السياسية من الأطراف الفلسطينية، فتح وحماس المسؤولين عن الانقسام الفلسطيني منذ العام 2007 وحتى هذه اللحظة. الآن لماذا اللجوء إلى الأطراف الإقليمية أو الأطراف الدولية، مرة في السعودية، مرة في الدوحة، في القاهرة، في إسطنبول؟ أنا بعتقد بأنه يعني تدخل الأطراف الإقليمية، طبعا كل طرف إقليمي لديه مصالحه صحيح. أو لديه يعني أهدافه السياسية من وراء هذا التدخل أو رعاية المصالحة، ولكن دعيني أقول بأنه إحنا يعني كفلسطينيين بحاجة إلى رعاية إقليمية، لأنه في نهاية الأمر حتى ينجح ملف المصالحة لابد من الضغط على إسرائيل، لابد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لابد من إرضاء الأطراف العربية، ولذلك المصالحة الفلسطينية بحاجة إلى رعاية إقليمية، رعاية إقليمية من دول مهمة أو دول مؤثرة في الإقليم، سواء كانت المملكة العربية السعودية أو مصر أو تركيا، وحتى قطر لديها يعني دور مؤثر. أنا بعتقد أنه يعني الرعاية الإقليمية أهميتها تكمن في إقناع إسرائيل بأن المصالحة في نهاية الأمر يعني لن تستثني المصالح الإسرائيلية أو لن تكون على حساب إسرائيل، أو أن المصالحة في نهاية الأمر ستخدم مشروع التسوية ومشروع المفاوضات، وهذا يعني من يستطيع أن يلعب هذا الدور مصر أو تركيا أو قطر. لذلك الآن وفد حماس في زيارة خلال هذا الأسبوع، كان في زيارة لمصر، وفد حماس خلال هذا الأسبوع تواجد في مصر، هل هو فقط يعني كما تحدثت خاص بملف المصالحة مع ملفات أخرى تحديدا أوضاع قطاع غزة، أم هي فقط خاصة بصفقة الأسرى مثلا والحالة الإنسانية في القطاع وخلاف ذلك؟ وتوقيت الزيارة يوحي يعني ببعض الأشياء. أولا يعني واضح أن القاهرة ومصر غاضبة جدا من نقل ملف الحوار الفلسطيني أو المصالحة الفلسطينية إلى إسطنبول، والكل يدرك يعني هذا ليس سرا بأنه العلاقة بين القاهرة وإسطنبول هي علاقة، أو العلاقة بين القاهرة وأنقرة علاقة سيئة منذ مجيء الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في العام 2013 أو 2014 انتخب أو يعني في ذلك الوقت، ولذلك القاهرة لا ترغب بتدخل قطر أو لا ترغب بوجود قطر على خط المصالحة. الآن يبدو أنه حماس مطلوب منها أن تبرر الذهاب إلى إسطنبول، ومطلوب منها أن تبرر لماذا يعني كانت جولة المصالحة الأخيرة في إسطنبول ولم تكن في القاهرة أو لم تكن في غزة أو لم تكن مثلا في عاصمة عربية. هذا أولا. ثانيا أنا أتفق معك أنه هناك ملفات أخرى، طبعا مصر تعتبر أنه ملف المصالحة هو ملف مصري بامتياز صحيح. لأنه بصراحة هذا هو الملف المتبقي لدى مصر، يعني مصر الدولة الإقليمية العظمى في المنطقة، يعني لم تعد مؤثرة في ملفات الصراع مثلا في سوريا أو في ملف الصراع في ليبيا أو حتى في ملفات المنطقة، ولذلك موضوع الانقسام الفلسطيني والمصالحة يعني هو بات ملفا مصريا بامتياز، ومصر لا تريد أن تفقد هذا الملف. وقد يكون طبعا على طاولة البحث الآن بين مصر وحماس مسألة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى وتثبيت اتفاق التهدئة بين قطاع غزة وإسرائيل، لأنه نشهد بين الحين والآخر بالونات، صواريخ، قذائف، احتكاكات على الحدود مستمرة. هذا بحاجة إلى يعني بحاجة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ومن أجل تثبيت وقف إطلاق النار لابد من صفقة تبادل أسرى أولا، وثانيا فكفكة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، واللي إسرائيل دائما بتقول أنه لن يتم فك الحصار ما دام موضوع الأسرى الإسرائيليين عالق. ولذلك سرب في الفترة الأخيرة أنه هناك تقدم في الملف، بس لا زالت الفجوة كبيرة بين حماس وإسرائيل فيما يتعلق بشروط إنجاز صفقة تلبي الحد الأدنى من مطالب الطرفين. بالفعل الآن بالإمكان بناء على ما ذكر أن نتحدث أنه لا انتخابات دون مصالحة، يعني بناء على ما تحدثنا حتى الآن، لأن البعض يعني في هذه النقطة اسمح لي كان يتحدث أنه نحن الآن
على أعتاب مصالحة من بوابة الانتخابات؟ بعتقد أنه يعني ال 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 يعني حتى لقاء إسطنبول كان التفكير أنه لابد من إنجاز المصالحة وتشكيل حكومة توافق وطني أو حكومة وحدة وطنية والذهاب فيما بعد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، لأنه لا يمكن إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في ظل وجود حكومتين في غزة والضفة، في ظل وجود أجهزة أمنية تابعة لفتح في الضفة وأجهزة أمنية تابعة لحماس في غزة. ولكن بسبب يعني أنه ملف المصالحة بات ملف عالق لفترة طويلة، صار هناك تفكير جديد أنه لماذا لا نذهب بالاتجاه العكسي، أن نذهب باتجاه عمل الانتخابات تشريعية أولا ثم رئاسية، ومن ينجح في الانتخابات بشيل الملف كله، بشيل ملف الضفة وغزة والحكم والسلطة ومسؤولياتها السياسية والاقتصادية والأمنية كلها. ولذلك أنه صار في تفاهمات في إسطنبول أنه أن يتم الذهاب إلى انتخابات، لدرجة أنهم تفاهموا حتى على تشكيل قائمة موحدة، قائمة تضم فتح وحماس، بمعنى هناك اقتسام للغنائم أو اقتسام للكعكة كما نقول بالمصطلحات العامية. ولكن حتى يعني حتى فكرة عمل انتخابات رئاسة تشريعية ورئاسية مش سهلة، لأنه إسرائيل حتى اللحظة لم تعطي موافقة على عقد انتخابات في القدس، ولم تعطي موافقة على حرية تحرك المرشحين بين الضفة وغزة. يعني الجامعة العربية أو الأطراف العربية الإقليمية ليست مرتاحة لعقد انتخابات تشريعية بدون معرفة نتائج هذه الانتخابات. هناك تخوف عربي من أن تنجح حماس في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبالتالي ستكون يعني نتائج الانتخابات هي معضلة أكثر مما هي حل للانقسام الفلسطيني. طبعا هناك أطراف دولية مثل أمريكا ليست معنية بانتخابات تعزز من شرعية الرئيس عباس أو تؤدي إلى سيطرة أو تعزيز شرعية حماس. ولذلك هناك ملاحظات، هناك فيتو إسرائيلي أمريكي، ملاحظات عربية. فأنا بعتقد أنه موضوع الانتخابات مؤجل في اللحظة الحالية إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، وبعتقد أنه بعد الانتخابات الأمريكية قد يكون هناك سيناريوهات أخرى على الطاولة للتعامل مع ملف المصالحة والانتخابات بما لا يتعارض مع نتائج الانتخابات الأمريكية. نذهب إلى السيناريوهات. أنا كنت أود أن أبقي ما تبقى من جزئية من قطاع غزة عن السيناريوهات المرتقبة المتوقعة بعد الانتخابات الأمريكية. كما ذكرت وكما أشرت، ما هو المتوقع فعليا بناء على النتائج؟ يعني الآن الكل يتابع السباق المحموم والنتائج المبكرة، الآن من سيفوز بايدن، لمن الكفة ترجح الآن، أم ترامب، بقاء ترامب من جديد ماذا يعني، فوز ترامب أيضا ماذا يعني. الأمر ليس على نطاق العالم أو المستوى العربي، وأيضا يخص فلسطين بناء على ما ذكرته. طبعا يجب أن أشير هنا أنه متبقي على الانتخابات الأمريكية أسبوع فقط، يوم الثلاثاء القادم 3 نوفمبر هو موعد الانتخابات الأمريكية، وغالبا تعلن نتائج الانتخابات الأمريكية في نهاية اليوم. بعتقد حتى اللحظة يعني استطلاعات الرأي العام في أمريكا والمؤشرات تقول أنه حظوظ بايدن المرشح الديمقراطي جيدة، ويمكن أن ينجح في الانتخابات الأمريكية، ولكنه ليس لديه العدد الكلي من المندوبين في الكلية الانتخابية بما يؤهل للنجاح في هذه الانتخابات. لا زالت حظوظ ترامب متوفرة، ويعني هو بحاجة إلى عمل المزيد فيما يسمى بالولايات المتأرجحة، صحيح، مثل فلوريدا وبنسلفانيا وتكساس ونيفادا على سبيل المثال. لذلك حتى اللحظة لا يستطيع أحد حسم مسألة الانتخابات أو نتائج الانتخابات الأمريكية بشكل دقيق أو بشكل نهائي. ألا فيما يخص القضية الفلسطينية، ألا ليس سرا بأن الإدارة الأمريكية الحالية، إدارة الرئيس دونالد ترامب، هي أكثر إدارة أمريكية معادية للشعب الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني، بدءا من
الاعتراف بالقدس عاصمة للشعب اليهودي، ونقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، ووقف التمويل عن الأونروا وعن السلطة الفلسطينية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وإغلاق القنصلية الإسرائيلية في القنصلية الأمريكية في القدس. كل هذه الإجراءات الأمريكية أدت أن القيادة الفلسطينية الرئيس محمود عباس قال بأنه لا علاقة مع أمريكا، ولن يتم يعني لن يسمح لأمريكا بأن ترعى المفاوضات بشكل منفرد مع إسرائيل. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني بأنه إذا استمر، إذا نجح ترامب في البقاء في الانتخابات التي ستعقد بعد أسبوع، يعني سيكون على القيادة الفلسطينية أن تغير من مناورتها السياسية تجاه أمريكا، لأنه الإدارة الأمريكية قالت بشكل واضح أن الشعب الفلسطيني يستحق قيادة سياسية أفضل، بمعنى أن أمريكا تعمل على تغيير القيادة صحيح. الفلسطينية، وعبر عن ذلك السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فريدمان. أنا أعتقد بأنه إذا ما نجح ترامب سيعود للفلسطينيين للتفاوض جديد، إما العودة إلى المفاوضات مع تحسين شروط التفاوض وشروط الصفقة، أو يعني الذهاب في مواجهة سياسية مع أمريكا قد تؤدي إلى التخلص من الرئيس عباس مثل ما حصل مع الرئيس الراحل ياسر عرفات. ولكن في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، هذا يعني إدارة بايدن قالت أنها ستعيد التمويل للفلسطينيين، وإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، بمعنى أن إدارة جو بايدن ستعمل على عودة العلاقة مع الفلسطينيين، وهذا سيعطي القيادة الفلسطينية على الأقل 6 شهور أو سنة بالحد الأدنى حتى تتفرغ الإدارة الأمريكية القادمة للتعامل مع الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وعلى الأقل سيتم وضع خطة ترامب وصفقة القرن على الرف، لن تكون صفقة على طاولة المفاوضات أو صفقة قابلة للتطبيق، ولذلك سيكون موقف القيادة الفلسطينية أفضل بكثير فيما لو فاز جو بايدن. ولكن هذا في نفس الوقت يعني تأجيل الانتخابات وتأجيل ملف المصالحة يعني إلى حين استكشاف الموقف الأمريكي يعني في عهد الإدارة الجديدة إدارة بايدن من الملف الفلسطيني وملف الصراع الفلسطيني. في النقطة هذه يعني ألا تعتقد أنه ضرورة فوز ترامب تعني ضرورة بقاء نتنياهو، ونتنياهو يعول على ذلك وترامب يعول على ذلك، لذلك الفرص قد تكون القادمة تبقي الحال على ما هو عليه، ترامب الاستيطان، اتفاقيات التطبيع أيضا، استمرار التخنيق أكثر أو الخناق أكثر على القيادة الفلسطينية، هل تعتقد ذلك؟ لا يعني هنا خليني أختلف معك شوي، أنه في نهاية الأمر نحن لا نتحدث عن اختلافات كبيرة بين الموقفين الجمهوري والديمقراطي. في نهاية الأمر السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وتجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعني لها محددات، لها ثوابت، وأحد هذه الثوابت الأمريكية هو ضمان تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة، وعدم المساس بمصالح إسرائيل القومية أو مصالح إسرائيل على المستوى الأمني والعسكري. ولذلك يعني حتى إدارة جو بايدن لن تفعل يعني لن تضر بإسرائيل، ولكنها كما قلت ستحاول أن تعمل على إدارة الصراع وليس تنفيذ صفقة تكون مخلة أو لا يعني لا تحقق الحد الأدنى من الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية. ولذلك صحيح يعني إذا ما نجح ترامب سيعمل على إعطاء ترامب طبعا نتنياهو ضوء أخضر استمرار الاستيطان والتهويد والإجراءات الأخرى، بل ممكن حتى أن يعني خلال 4 سنوات القادمة يكون هناك تطبيق فعلي لمخططات الضم الإسرائيلي التي تم تجميدها بسبب الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، اتفاق التطبيع. وستحاول الإدارة الأمريكية كما قلت إما أن يكون الرئيس عباس أمامه الدخول في مفاوضات أو مغادرة المسرح السياسي الفلسطيني، ولكن إدارة جو بايدن على الأقل لن يعني كما قلت ستضع صفقة القرن على الرف، لن تعتمدها كإطار للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن ستستمر الإدارة الأمريكية في دعمها المطلق لإسرائيل. يعني كما ذكرت لن تكون ضمن سياستها الخارجية القادمة في حال كان فوز بايدن. دعني أختم، يعني بدأنا بالمصالحة بالانتخابات ونختم بها لنكمل أكثر يعني مع زميلي
في محافظة الخليل. المطلوب الآن فلسطينياً في ضوء كل ما ذكرت وتحدثت به، هناك دائماً جزء إقليمي وعربي له تدخلات وهي تجاذبات تؤثر على المصالحة أو المسار القادم فلسطينياً، وهناك أيضاً سيناريوهات متوقعة في حال انتهت الانتخابات الأمريكية بفوز ترامب أو بفوز بايدن. المطلوب الآن فلسطينياً، أنا أعتقد أنه يعني نحن لا نعيش في عزلة، نحن جزء من العالم العربي وجزء من العالم وجزء من ما يحدث في الإقليم من صراعات سنية شيعية وتحالف ووجود محور ما يسمى الاعتدال العربي ومحور المقاومة ووجود الصراعات الدولية، نحن يعني جزء مما يحدث ولسنا معزولين عن العالم. ولكن بعتقد أنه على الرغم من هذا التداخل، هذا لا يعني أن نرهن مواقفنا السياسية ونرهن استراتيجيتنا الفلسطينية لما بعد الانتخابات الأمريكية. أنا بعتقد أنه نحن كفلسطينيين يجب علينا أن يكون لدينا استراتيجية واضحة، إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بغض النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية، بغض النظر عن بقاء ترامب أو فوز بايدن، بقاء نتنياهو أو مجيء بني غانتس. يجب أن تكون ملف المصالحة وإنهاء الانقسام والذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني هي استراتيجية فلسطينية بغض النظر عن كل هذه المتغيرات، حتى نستطيع أن نقف على يعني أرض ثابتة ونستطيع أن نواجه كل المخططات أو كل المؤامرات التي تستهدف قضيتنا الوطنية. شكرا لك دكتور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر. الحديث لم ينتهي، هذا الجزء الأول من قطاع غزة، المصالحة، الانتخابات، هل ستعقد وفي حال عقدت هل ستقبل النتائج، وماذا بعد ذلك وماذا بعد الانتخابات الأمريكية. المزيد في حلقة اليوم، نستكمله من جديد مع الزميل علي الجعبة. مساء الخير علي، والحوار معك الآن، تفضل. شكرا لك تغريد، وأيضا الشكر موصول لكافة المتابعين والمشاهدين. ومن غزة ننتقل إلى الخليل ومحافظة الخليل بالتحديد، ونلتقي مع ضيف هذه الحلقة لهذا اليوم الدكتور أسعد العويوي، طبعا هو عضو مفوضية حركة فتح العلاقات الخارجية، فأهلا وسهلا بك. وأيضا يعني نريد أن نضع ملاحظة بأنك أمين سر حركة فتح سابقا. مساء الخير لك دكتور، ويعني نبدأ معك من الانتخابات وأيضا موضوع المصالحة الفلسطينية، كلها يعني أمور مرتبطة ببعضها البعض. لا تستطيع أن تقول بأن هناك انتخابات دون مصالحة فلسطينية، ولا نستطيع أن نقول بأن هناك يعني مصالحة دون انتخابات ودون أن يكون هناك أجواء جديدة. كيف ترى موضوع أجواء الانتخابات والمصالحة بشكل عام؟ بداية مساء الخير لك ولمشاهدين قناة النجاح الفضائية ولشعبنا الفلسطيني المناضل الصابر الذي يصر على مواصلة نضاله حتى ينعتق من هذا الاحتلال. بالنسبة لموضوع المصالحة، هناك استراتيجية واضحة وضوء أخضر من الرئيس محمود عباس لإتمام المصالحة وإنهائها وإقفال موضوع الانقسام بشكل نهائي. وهناك خطوات جريئة جدا من حركة فتح باتجاه حركة حماس، توجت بلقاء الأمناء العامين للفصائل، وتوجت بلقاء اسطنبول، ومن ثم لقاءات دمشق وبيروت. المواطن الفلسطيني بغض النظر عن انتمائه هو ينتظر أن تترجم هذه القرارات إلى فعل على الأرض الواقع لإخراج الناس من حالة الإحباط إلى حالة التفاؤل اللي بعيشها شعبنا. من هنا هذا له علاقة جدلية مع قضية الانتخابات. يجب أن يكون هناك توافقا بين القوى السياسية كافة، ليس فقط ما بين فتح وحماس، وإنما كل القوى، وهذا ما صارت عليه قيادة فتح في لقاءاتها المختلفة في أماكن مختلفة، سواء في إسطنبول أو في دمشق أو في بيروت أو حتى في الداخل، على أن تتوافق على برنامج وطني موحد يحافظ على الثوابت الفلسطينية.
التي تحاول الإدارة الأمريكية وإسرائيل طمسها وإلغائها، وحتى المبادرة العربية. بالأمس ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت أن هذه المبادرة ماتت، واليوم إحنا في واقع جديد، واقع التطبيع وإلى آخره. إذن هناك خطر محدق في قضيتنا الفلسطينية. دون أن نحقق المصالحة الوطنية بين كافة أبناء وأطياف الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن ننجح في عملية كسر هذه المحاولات لشطب القضية الفلسطينية. بالوحدة الوطنية نستطيع، وببرنامج وطني مقبول دوليا يحافظ على الثوابت الفلسطينية، نستطيع أن نكسر أي محاولة لإلغاء وشطب القضية الفلسطينية. الأمس القريب نتحدث عن أن هناك تصريحات كانت كلها إيجابية لقادة حركة فتح، سواء كان على صعيد المصالحة وحتى على صعيد الانتخابات. كان أيضا حديث لجبريل رجوب أيضا بأن هناك نية بأن تكون الانتخابات قريبة جدا، ويعني هناك سيصدر مرسوم رئاسي حول الانتخابات. بالأمس صرح جبرين الجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي هو يقود عملية التفاوض مع الفصائل الفلسطينية كافة وخصوصا حركة حماس. وكانت هناك خطوات عملية إيجابية ولها مردودات وردود فعل إيجابية لدى الشارع الفلسطيني. نأمل أن تتوج هذا بشكل نهائي بنجاح لهذه الجهود المباركة. وصرح بالأمس أنه قريبا جدا سوف يكون هناك لقاء في القاهرة، وسيصدر بيان باتجاه تحقيق برنامج وطني متوافق عليه من كل الفصائل الفلسطينية وخاصة فتح وحماس، وهذا له انعكاساته على المرسوم الرئاسي الذي سوف يصدر لاحقا بإجراء الانتخابات سواء البلدية أو التشريعية والرئاسية، وحتى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية وإحيائها وبطاقات وكوادر من كافة الفصائل الفلسطينية. يعني نتحدث عن أن هناك تتويج بصحيح العبارة لموضوع المصالحة بهذا المرسوم الرئاسي من قبل الرئيس محمود عباس في إتمام خطوات المصالح. ولكن إذا ما تحدثنا عن موضوع اللقاءات سواء كانت على مستوى حركة فتح في داخل فلسطين أو حتى خارج فلسطين، في دمشق، في مصر، في القاهرة، كان هناك تحركات كثيرة. هل هذه التحركات كانت مثمرة وهناك جهود فعلا ربما نراها وتكون على أرض الواقع فعلا بأن المصالحة باتت قريبة، والمرسوم الرئاسي ربما لن يمر عليه أشهر وسيتم الحديث عنه وإصداره من قبل الرئيس؟ أنا باعتقادي لغاية الآن الإجراءات باتجاه المصالحة هي إجراءات مثمرة ولها نتائج إيجابية جدا، وفي إن شاء الله بالأيام القليلة القادمة سوف يكون هناك إعلان له علاقة بإتمام الوحدة الوطنية والتوافق على برنامج وطني كما قلت وذكرت في البداية يحافظ على الثوابت الفلسطينية ويكون مقبولا دوليا. لماذا يكون مقبولا دوليا؟ عندما يحافظ على الثوابت الفلسطينية التي هي القدس واللاجئين والدولة، هذا يعني أنه عندما صوتت بالأمس في مجلس الأمن 14 دولة لصالح القضية الفلسطينية ولصالح الثوابت الفلسطينية، يعني أن كل محاولات التطبيع لا يمكن أن يكتب لها النجاح دون أن تحل القضية الفلسطينية على أساس عادل وفق الشرعية الدولية التي تعالج كافة تفاصيل قضايا القضية الفلسطينية، سواء حل عادل لقضية اللاجئين وحق العودة أو قضية القدس كونها مدينة محتلة وهي عاصمة الدولة الفلسطينية، وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من حزيران عام 1967. وقضية القدس هي القضية الأكثر والأبرز على مستوى العالم، ويعني كلنا شاهدنا
يعني ترامب عندما حاول أن يأخذ الأصوات وأن يثبت بأنه قام يعني تطبيق الخطة الانتخابية، لا بأن يعني أعلن القدس عاصمة للإسرائيليين، ولكن أيضا في المقابل حاليا نحن على أعتاب انتخابات جديدة أمريكية، يعني أيضا نحن في فلسطين وبالنسبة للفصائل ربما هناك ارتباط بموضوع الرأي وأيضا الخطة الأمريكية أو الاتجاهات الأمريكية حاليا بعد الانتخابات الأمريكية سيحصل كثير من الأمور. كيف تستطلعون هذا الموضوع سواء كان على مستوى دونالد ترامب أو جو بايدن الذي يعني هو عن الديمقراطيين حاليا وينافس ترامب؟ شوف علي، رئيس الكونغرس اليهودي الأمريكي العالمي جاء والتقى بالرئيس محمود عباس قبل فترة بسيطة، يعني قبل أسابيع محدودة. صحيح. وهو من الديمقراطيين، يعني ميال إلى الديمقراطيين، مع أنه كان من الداعم لنتنياهو اليمين الفاشي في دولة الاحتلال، وطرح على الرئيس، وهو من داعمي بايدن، وطرح على الرئيس أنه يعني الأبواب مفتوحة للفلسطينيين يجوا مفاوضات غير مشروطة، والرئيس قال له لا نأتي ضمن الشروط التي تضعوها أنتم وفق خطة صفقة القرن على الإطلاق، نفتي إلى مفاوضات سقفها الشرعية الدولية، ولا تكون الولايات المتحدة الأمريكية راعية لوحدها لعملية المفاوضات التي أرادت في السابق أن تكون مفاوضات باستمرار بلا نتائج وعبثية، ولا هناك استراتيجية لحل للقضية الفلسطينية بالنسبة للأمريكان. نحن كفلسطينيين وكحركة فاتح لا تعول لا على بايدن ولا على ترامب، لا على ديمقراطيين ولا على جمهوريين، نعول على شعبنا، هو الذي يستطيع أن ينهي هذه المهزلة الأمريكية والخطة الأمريكية وصفقة القرن. بوحدة شعبنا نستطيع أن نكسر هذه السياسة ونحبطها، ولا تستطيع أن تمر دون موافقتنا. في هناك موقف صلب من الرئيس محمود عباس لرفض هذه الصفقة، لأنها تريد وجوهرها شطب القضية الفلسطينية. جوهر القضية الفلسطينية كما قلت هي القدس واللاجئين ومفهوم الدولة في العلوم السياسية، أن دولة هي ذات سيادة على أرضها وعلى حدودها وعلى ماءها وعلى سمائها، هذا ما لا يريده الأمريكان. يجب أن تكون الذاكرة يعني نشطة. الديمقراطيين ليس أفضل من الجمهوريين بالنسبة لنا. السياسة الأمريكية هناك دولة عميقة هي التي تخطط لها، كيف نستطيع الحفاظ على أمن واستمرارية هذا الكيان الذي له دورا وظيفيا في هذه المنطقة. فبالتالي عندما كانت مفاوضات كام ديفيد 2 مع الرئيس الشهيد ياسر عرفات، حاول الأمريكان أن يمرروا صفقة هي ليست بعيدة عن صفقة القرن، ورفضها الرئيس ياسر عرفات، وكان ثمن الرفض هو تسميمه واستشهاده في محاولة. إذن الذي طرحه اليوم ترامب بصفقة القرن هو ما حاول الأمريكان في زمن الديمقراطيين أن يضغطوا على الرئيس الشهيد ياسر عرفات لكي يمرروا هذه السياسة. واليوم الرئيس محمود عباس بشكل علني وبشكل صلب لا رجعة عنه، هو يرفض هذه الصفقة وقالها على الملأ، نحن أصحاب القضية، ونحن يعني بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وأنا باعتقادي أن الشعب الفلسطيني مر بظروف أصعب عندما كانت النكبة. صحيح. وعندما شرد الشعب الفلسطيني واعتقد الكثير من الناس أن القضية الفلسطينية شطبت وأن فلسطين شطبت عن الخارطة، إلا أن الشعب الفلسطيني نهض من جديد وفجر ثورة المعاصرة سنة 1965
واستمر الشعب الفلسطيني في النضال وهو مستمر في النضال. يوميا الشعب الفلسطيني في شهداء منه، في جرحى، في أسرى، في هدم بيوت، في استيلاء على أرض، في شق شوارع. يجري العمل على قدم وساق من قبل دولة الاحتلال على فرض أمر واقع جديد، ظنا منها أنها تستطيع من خلال هذه السياسة أن تشطب القضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني صحيح أنه هو من النواحي موازين القوى هو الأضعف، إلا أنه هو الأقوى لأنه صاحب أعدى القضية في العالم، والدليل على ذلك أنه صاحب أعدى القضية في العالم في التاريخ المعاصر، أنه بالأمس على الرغم من عدم طرح القضية على التصويت إلا أنه 14 دولة من الأعضاء الدائمين وغير الدائمين صوتت لصالح المشروع الفلسطيني الذي طرح بالأمس في مجلس الأمن. يعني عند نقطة فرض الأمر الواقع من قبل الاحتلال الإسرائيلي حاليا على ممكن الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية، والآن في هناك مجابهة، هناك رد من قبل القيادة في حركة فتح وفي حركة حماس، واجتمعوا كلهم ضد صفقة القرن. يعني هل من المتوقع أن نشهد ربما يعني قوة وصلابة أكثر عندما يكون هناك فعلا يعني وحدة وطنية وانتخابات فلسطينية، خاصة بأن ممكن أن يكون الحديث عن الانتخابات الفلسطينية بعد الانتخابات الأمريكية، وهناك ربما يكون هناك ضغوطات، وأنت ذكرت بأن يعني نحن ليس مرهونين لا في ترامب أو حتى في بايدن بالنسبة للجمهوريين أو حتى الديمقراطيين؟ صحيح، الاتكاء كما قلت ليس على الديمقراطي أو الجمهوري بالنسبة للفلسطيني. الفلسطينيين وبالتأكيد حركة فتح وكل القوى الأخرى هي تتكئ على شعبها الفلسطيني، لأنه هو اللي حاضن كل هذه الفصائل الفلسطينية، وهو الذي مستمر أكثر من قرن من الزمن في النضال الوطني من أجل التحرر والانعطاق من الاحتلال. فبالتالي عندما نكون موحدين ولنا برنامج موحد نستطيع أن نكون أقوى وأصلب في مواجهة هذه المؤامرات التي تحاك منها. واليوم ظروفنا أصعب كفلسطينيين. صحيح. اليوم في عرب مهرولين ومطبعين تحت شعار أن هناك في خطر أكبر من خطر دولة الاحتلال، وهو الخطر الإيراني. نعرف أن المؤامرة والخطة الأمريكية والشرق الأوسط الجديد الذي رفع شعاره الديمقراطيين وليس الجمهوريين، صحيح، والذي يحاول أن كونديليزا رايس وغيرها من كما ذكرت لك الذي يرسم السياسات الأمريكية هي الدولة العميقة، هي المؤسسات الأمريكية التي تحاول أن تبقي هذه المنطقة منطقة ضعيفة مفككة. ونحن اليوم نشهد كيف أن الاقتتال المذهبي والعرقي في البلدان العربية أو حتى القبلي مثل في ليبيا هو يضعف الحالة العربية التي هي هذه الحالة التي كانت مقدمة للتطبيع مع دولة الاحتلال تحت شعار أن هناك خطر يداهمنا هو الخطر الإيراني. مبررات ليس لها غير منطقية وغير مقبولة على الإطلاق. إيران دولة جارة للعرب ودولة مسلمة، ولا يمكن أن نقارنها على الإطلاق بدولة الاحتلال على الأقل. نحن لنا طموحنا العربي ومعنيون كفلسطينيين وكحركة فتح بعلاقات طيبة مع كل الشعوب العربية ومع كل الحكومات العربية، ونحن نقول لهم أن هذا الطريق لن يؤدي إلى الاستقرار في هذه المنطقة دون المرور بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ولا يمكن أن يكون هناك استقرار ولا سلام في هذه المنطقة دون أن تحل القضية الفلسطينية. وكل عمليات التطبيع هذه لن يكتب لها النجاح إذا ما حلت القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، هي جوهر الصراع له علاقة في الاستقرار والأمن ليس في منطقتنا وإنما في العالم كله. دون أن تحل هذه القضية، البعض يقول إن الفلسطينيين يعني ضعفاء وليس لهم حيلة، على الإطلاق إحنا
نقع في قلب العالم العربي، نقع في قلب العالم القديم، يعني نقع في قلب العالم. لا يمكن أن يكون هناك استقرار في هذه المنطقة دون أن يأخذ أصحاب الأرض الحقيقيين حقوقهم التي أقرت بها الشرعية الدولية. طيب بالنسبة ربما للمواجهة القادمة في موضوع يعني التهويد والضم وموضوع أخرى يعني كبيرة جدا عالقة حاليا في على المستوى، وكلها يعني مرهونة في موضوع الانتخابات الأمريكية كما ذكرت، كيف سيكون موضوع الرد في حال كان هناك فعلا المصالحة الوطنية، وأيضا بموضوع التعامل مع الدول العربية المطبعة؟ يعني أنت ذكرت بأن هناك أيضا المهرولين لعملية التطبيع ربما هم كمان يدعموا موضوع السيطرة الإسرائيلية حاليا والخطة التي يروح بها نتنياهو والحكومة الإسرائيلية. شوف يعني إحنا قاعدين على هذه الأرض ونحن أصحاب هذه الأرض، وأن إيمان مطلق أن أصحاب هذه الأرض، بغض النظر سوف يبقى الاحتلال حتى تتغير موازين القوى لصالح العدالة والسلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي لها علاقة بتحرر وانعتاق الشعب الفلسطيني من هذا الاحتلال البغيض. فبالتالي يعني لا يمكن لأي قوة في الدنيا أن تجد فلسطيني واحد يتجرأ أن يفرط بالثوابت الفلسطينية على الإطلاق. لا الدول العربية ولا معهم الولايات المتحدة الأمريكية ولا الاحتلال الإسرائيلي يستطيع أن يشطب القضية الفلسطينية ويشطب الشعب الفلسطيني على الخارج. الشعب الفلسطيني شعب أصيل في هذه الأرض عمره آلاف السنين، وهذا الكيان الإسرائيلي كيان طارئ وسكانه طارئين، وبالتالي المستقبل لنا ولأولادنا ولأحفادنا مهما طالت هذه عملية الصراع في هذه المنطقة. وبالتالي الذي يحاول أن يلعب على عامل الوقت وأن إسرائيل تهود وإسرائيل تعمل وإسرائيل إلى آخره، نحن لا يمكن مهما هودت وشقت شوارع وقتلت وبنت مستوطنات، في النهاية هذه الأرض للفلسطينيين، وسوف يأتي يوم وينعتق الفلسطيني من هذا الاحتلال وهذا الاحتلال إلى زوال، والشعب الفلسطيني يؤمن إيمان مطلق وهو شعب صابر ومناضل، وله كما ذكرت في البداية أكثر من 100 عام يناضل ضد الاحتلال البريطاني وضد الكيان الإسرائيلي وضد هذه الدولة الوظيفية التي زرعها الاستعمار العالمي لكي يحافظ على مصالحه ويبقي هذه المنطقة مفككة ضعيفة وسوق استهلاكي لفائض إنتاج هذه الدول. نحن نقول أننا أصحاب قضية عادلة، وسوف نستمر في النضال حتى نحقق كامل حقوقنا الثابتة التي لن يتراجع عنها لا القيادة الفلسطينية ولا الرئيس محمود عباس ومن سوف يأتي ما بعد الرئيس محمود عباس. نهاية الحديث وفي آخر سؤال حول موضوع الفصائل الفلسطينية وموضوع حركة حماس وفتح وموضوع أيضا اللقاءات الجارية حاليا، يعني هل فعلا كما يعني تشاهد وتتابع وكحركة فتح وكأبناء حركة فتح وأبناء حركة حماس أيضا في المقابل بتنا قريبين جدا من المصالحة؟ أقرب من أي وقت مضى؟ يعني دائما كنا نقول بأن هناك تصريحات بأن المصالحة الفلسطينية قريبة جدا وقريبة جدا، ولكن حاليا كيف؟ أعتقد أن هناك جدية وبالتحديد من حركة فتح في قضية المصالحة. نعم. وحركة فتح تجاوزت كثير من القضايا من أجل تحقيق المصالحة، والرئيس محمود عباس شخصيا أكد وأعطى الضوء الأخضر للوفد الفلسطيني الفتحاوي المفاوض مع القوى السياسية الأخرى ومن ضمنها حركة حماس أنه يجب إتمام قضية المصالحة بأي ثمن، وبالتالي هناك استراتيجية فتحوية لإتمام المصالحة ولا رجعت عنها، وهناك قناعة فتحوية أن القيادة الفلسطينية بكل أطيافها السياسية يجب أن تتكئ على شعبها من أجل
إحباط كل محاولات طمس القضية الفلسطينية وشطبها، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال إحقاق وحدة وطنية حقيقية يكون انعكاسها على أرض الواقع وعلى الناس، بحيث يخرج الناس من حالة الإحباط إلى حالة التفاؤل الذي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ أن حصل الانقسام والاقتتال الداخلي، وهذه الصفحة السوداء يجب أن تطوى وإلى الأبد. نتمنى إن شاء الله أن تكون قد طويت ويعني تنطوي إلى الأبد كما ذكرت دكتورنا. شكرا جزيلا على وجودك معنا، وسعدنا جدا بلقائك أكيد، وأيضا شكرا لكم متابعينا ومشاهدينا الكرام، على أمل أن نلتقي بكم بحلقات أخرى قادمة، نحتفل بالمصالحة الفلسطينية ونحتفل أيضا بيعني إصدار مرسوم رئاسي بانتخابات جديدة على مستوى الوطن ويوحد شقي الوطن بين قطاع غزة وبين الضفة الغربية. دمتم بخير، ودائما وأبدا أتمنى لكم الخير في كل مكان. إلى اللقاء.